ديرت ما هي المطلقة وجزاع ولا شبكوها للأميرة وحليب وليا جلست شوي وضحيت الأسماع وجابت سوالي في القصيدة الطريبة وقام الغزل يطلع في مخاطقك ما عرف أطلي عليه في ملهمها ولا طيبة ويلي على صوت المشاير والبلاد دفع المحرك وابتسام المضيب أشلع سبع ساعات ما تنزل القاع إلا على روض يلا قصكت قريب من السحابة يقول لك مرحبا الساعي يلها اللي جاي يدوره مصيبة العبوة اللي كل ما صحت لها باع فوعة مهيدي شايف من زولة ضيفة والأرض ما تشرى ولا هيبة تنباع دلالها مالك معاها وظيفة يلقابها الراعي مطربة ومرباع والذوق تشبع والسحايبة قنيفة يدير ما هي المطلقة وجزاع ولا شبكوها للأميرة وحليبة واللي جلست شوي وضحيت الأسماع وجابت سوالي الطريقة وقام الغزل يطلع في مخاطبك ما عرف تطلي عليه في الملهمها ولا طيبة والويلي على صوت المشاير والبلاد دفع المحرك وابتسام المضيب اشلع سبع ساعات ما تنزل القاع الا على روض يلا قصكت قريب من السحابة يقول لك مرحبا الساعي حيرها اللي جاي يدوره مصيبة العبوة اللي كل ما صحت لها باع فوعة مهيدي شايف نزوله ضيفة والأرض ما تشرى ولا هيبة تنباع دلالها مالك معاها وضيفة يلقابها الراعي تضرب ومرباع والذوق تشبع والسحايب قنيفة يدير تماهي المطلقة جزاع ولا شبكوها للأميرة